هل نظرية الانفجار العظيم تخالف الشرع؟ نعم تخالف الشرع، معارضة لما بين الله سبحانه وتعالى في خلقه للسماوات والأرض، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى آخر ما بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. الله عز وجل خلق السماوات والأرض في كم يوم؟ في 6 أيام. وهؤلاء يقولون إنه كانت هناك كرية صغيرة كانت تسبح في الهباء في اللا زمان واللا مكان قبل أكثر من 12 مليار سنة، ثم إنها في لحظة معينة انفجرت فكانت بداية هذا الكون. وهذا قول لا أثارة عليه من علم ولا دليل يسنده إلا تخرص منهم. نحن في هذا الأمر نتكلم عن أمر غيبي نسلم فيه إلى العليم به سبحانه وتعالى الذي هو بكل شيء عليم تبارك وتعالى. الله عز وجل خلق السماوات والأرض من عدم، وخلقها بتفصيل بينه في كتابه تبارك وتعالى، وهذه النظرية تخالف ما بين الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر.